صباح خير بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اليوم عرفتي قلت غادي كنت قنطانه في الدار، نط الصباح حديت وليداتي ورجعت وقلت غادي نهز بنتي وغادي نخرجوا نضربوا دويره شي شويه. كيما شفتو مشينا للمحلات كندورو، فريمون حاطين حويجات زوينين، حاطين دابا لي كولور بزاف على وديت هاد الفصل اللي حنا فيه اللي هو فصل الربيع معروف بالالوان. فاي محل دخلت ليه كنلقى الالوان في اي بلاصه، عرفتوا تعطيكم واحد السرور، واحد البهجه، واحد الحياه كتحسوا بها. انا بدا الالوان تيحمقوني، تيعجبوني نشوف الالوان حتى في الديور. تعجبني لوطم اللي يكون فيه ضروري ما كيكونش كولور زوين هكايا فونسي او فاتحه داخل في الديكوراسيون داكشي. فهنا كما شفتوا مشيت لتيكا ماكس كندور كنشوف حويجات ديال الدراري الصغار اللي حطوهم شي حاجه جديده هكايا لبنتي. جيت لهذا المحل هذا كما شفتوا فيه الحوايج ديال الدراري الصغار، هذا نيكست كيعجبني بزاف، حتى ما عرفتوا حاطين الالوان بالنسبه للدراري وبالنسبه للبنات. حوايج ديال الدراري الصغار حاطينهم فنيونين فنيونين هكا كسيوات زعما انا ما كرهتش نشري لبنتي، ولكن راكم عارفين هنا الصيف ما كاينش ديجا. الاغلبيه اللي كيشريو هادشي انا نقول لكم ما كيلبسوهمش لهم هنايا في انجليز، كيمشيو كيكونوا مسافرين خارجين على انجليز تيمشيو لاوروبا وداكشي، فكيشريو لهم حوايج بحال هكا. وكتجي واحد الوقيته ديال سيمانه كنشوف بحال هكا هنا اللي كتجي فعلا سخونه، وسخونه ما نقول لكم سخونه راه كتكون مثلا 23 25 غرادو ما تكونش اكثر. سهرت وقيسات كيدايره؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ داري غبور هادي غبرت على اليوتيوب. عرفتوا ما كاين على الدار ومع التربيه راكم عارفين صعيبه شي شويه وعلى الدراري. اليوم عرفتي قلت غادي نخرج غادي ندور شي شويه غندي معايا بنتي غنديرها في كراسه كما شفتوا كي بحال شي ناس بحال شي سام خاص كتبكي ما بغاش تسكت ليا. كنت باغا نمشي نتقدى نديها زعمايا، بعدا درت هنايا في المحلات خديت شي لعيبات تنمشي للدار نشاركهم معكم. ولكن مشيت للسوبر مارشي، بغيت زعما نمشي للسوبر مارشي هو قريب هنايا ساعه ما بغاتش، بقات كتبكي وعفتي واصلا الريح كاين هاد الايام عفتو راه الشتاوات والبرد والتبروري واحد الجو خايب 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 خايب. ما تخرجيش حتى مع الباب الصراحه، عادي ديال الدار وديال الكويشه وديال نتفليكس وجبدي عليه. صافي غنمشي للدار لان ما خلاتنيش وفريمون ما عنديش تقضيه. دابا غنضطر نتسنى حتى يجي راجلي مع جوج ونص ولا ثلاثه، نمشي نجيب الدراري نحطهم بالزربه وعاد نمشي نتغدى بالزربه ونجي عاد نعطيهم يتغداو وعاد يمشي نديروا الصبر اللي مامي بحال هكايا وعندهم وليدات راهم عارفين كيفاش بحال شي ماراطون ملي كتفيقي. يلا زينه تمشيو للدار، حتى كافي كنت باغا ناخذو، كنت زعما باغا ناخذ كافي امبورتي بحال هكايا ندي. بقات كيما كنشوف البنات في الانستغرام كيديو وليداتهم كياخذوا كافي كيبداو يدوروا بالكروسه انا بغيت ندير بحال هكاك ما خرجش ليا البلاط ماشي ديال داكشي انا وبنتي ديال الدار. عرفتي ما كتبغيش تخرجي، الا خرجتي وضرب فيها الريح وهادي كتمرض ليا بالزربه وما كتبغيش ما كتبغيش ما كتبغيش الزنقه. ف صافي غنمشيو دابا للدار ونديرو شي كافي ونشارك معاكم حتى شي لعيبات جاوني من تيمو. عرفتو ديك لاباج شحال وانا باغا نطلب منها، تنقول دابا نطلب دابا نطلب دابا نطلب
وفي الاخر ملي نقرب يسالي رمضان قلت انا نطلب جالسه واحد النهار في خاطري تنقلب حيت شفتو فيه معرام هذاك التيمو داير بحال كما تقولوا علي اكسبريس ولا ولكن ارخص وحسن حيت فيه بزاف الحوايج ما تيتعطلش بزاف. سميتو تيمو ما عرفتوش تعرفوا ولا ما تعرفوش في المغرب. المهم هنا في اوروبا داير حاله فيه كل شيء كاع اللي تحتاج خاطركم كاين. فقلت علاش ما نطلبش نبدا بشي حويجات اللي انايا ديجا باغا نعرفهم كيفاش دايرين ونشوف الكاليتي ونشوف كيفاش تيصيفطوا داك الشيء واش داك الشيء مزيان وهادي ومن بعد عاد نزعم عليه. دابا قلت غادي ناخذ غير شي حوايج تمشي للدار ونشاركهم معكم حتى هما. يلا زينا ما نبلش عليكم بزاف ليتس جو للدار. لقيتوني صافي وصلت جيت للدار سوا دابا خرجت واحد الشميجه واحد الجو ولا ما بقاش داك الريح وداك صافي جينا غادي نشارك معكم شنو خديت في هذيك المحل ديال نيكس. عرفتو انا الا كنت في الانجليز غادي تعرفوني علاش نهضر. الكاليتي كتحمقني في هذا ديال نيكس كتعجبني واخا هي شي شويه في الصراحه هي غاليه. هذا المحل هذا تقريبا عنده نفس لي بري ديال زارا ولكن تقريبا بعض المرات زايدين على زارا شي شويه ولكن تعجبوني كاع الحوايج ديالهم تعجبوني الكاليتي تنصبن ونعاود نصبن ونعاود نصبن وتيبقاو هما التوب هو ما تيتخسر ما كيتحلف. صافا ملي كناخذهم من السوبر مارشي ديال ازدا ولا ملي كناخذ من بريمارك اكثر هي بريمارك شي شويه الكاليتي هما تيلعبوا على الزواق. كما قلت لكم بريمارك كتلعب على الزواق اكثر على بنتي دابا ولات كتبغي تقلب كتبغي الدور عرفتو و محناني حيت شتا تبغي تنوض تبغي تحبو تبغي وباقا ما كتقدرش تسحبو. قلك عرفتو اصعب وقيته هي العام الاول يعني العام الاول اذا كنتي حامله اختي وكتشوفيني وجدي راسك نفسيا وماديا ومعنويا وكلشي اللي فيك خاصك توجديه. اكن هاك معكم ولكن دغيا كدوز هاد الفتره والله الا هي بصح قاصحه ولكن انا حيت ديجا عندي جوج وعاد هي دغيا تدوز هاد الفتره دغيا غنسكتها وعاد نجي نشارك معكم شنو خديت لها من نيكس. لزامي كما قلت لكم غادي نشارك معكم شنو خديت من نيكس. خديت هاد البوديس هادو عرفتو هادو تستعملوا بزاف اللي بالكمام مازال ما كنلبسهاش ديال نصكم حيت باقي كاين البرد عندنا هنايا. هادو خديت هادو تيصدقوا لي عندهم زوينين انا نورمالمون كنت كناخذهم من اش ام ولا من زارا ولكن حيت انا فين ساكنه هنايا ما كاين لا اش ام لا زارا فخديت هادو ديال نيكس تما يا زوينين وتيصبروا ليها حتى كيصغروا عليها يعني ما تيتقطعوا ما تيتخسروا ما حتى شي حاجه ومع العلم انني كنصبنهم زعما دائما. هادو جاوني فيهم اربعه باك فيه اربعه ديال البوديس و تقاموا عليا انا خديت لها من 6 ل 9 دابا وليت كناخذ لها كاع الحوايج دابا من 6 ل 9 لان كاع اللي كانوا عندها من 3 ل 6 صافي صغاروا عليها. دابا يلا كملت 6 شهور نيشان كملاتها فدابا وليت كناخذ لها 6 ل 9 وهذا كما قلت لكم انا يتقام عليا ب 10 باوند يعني واحد 12 اورو بحال هكا. كما قلت لكم في زارا كنت هذوك انا كناخذهم 4 ب 10 اورو هادو زايدين جوج اورو يعني بحال شي شويه زايده على زارا هاد نيكس ولكن فريمون تستاهل بصراحه. خديت لها هاد اللبسه هادي عرفتو انايا في الدار ما كنحمش نلبسها بيجاما من غير بالليل هكا باش ملي كندوش ليها وهادي فكنلبسها بيجاما باش ترتاح فيها وتكون يعني اليس ولكن في النهار كنبغي نلبسها حويجات بحال هكا واخا عيد الدار ما تخرج ما حتى شي حاجه كنبغي نلبسها حويجات يكونوا زوينين ويعني مرتبين بحال هكا وعاد ديجا خلاص راه الحوايج ديال البنات ناري شحال زوينين. انا ملي كنت كنمشي نشري الحوايج ديال الدراري لولادي كنت كنخلي الحوايج ديال الدراري وانا ما عندي لا بنات لا والو كنمشي جهه البنات نبقى نشوف ونقلب كنبقى تولي بعد المرات ماما وحوايج الدراري ها هما ماشي حوايج البنات شنو مشيتي ديري تما وانت ما عندك لا بنت لا والو. عرفتي دابا تنبرد كاع غدايتي في دوك الايام اللي دازو. خديت لها كيما قلت لكم هذا كولون بحال هكايا بارد هذا زوين غير هو واخا بارد توب يعني قطن سخيخن وهذا التريكو ديالو
عرفتو تيجي بحال هذا الشكل هذا زويون. عرفتو هذا اللون هذا الخضيدر هذا خطير زويون عجبني. وهنايا عندها الطرطاقات باش تيدخل ليها راسها. هادو هادي تقامت عليا ب 13 باوند يعني واحد 15 اورو. وخديت ليها هاد السيت هذا ديال 3 ديال التريكوات وما دايره تيجيو 3. الاول ها هو هذا بحال هكا تيجي حتى هو فيه طرطاقات اللور وفيه هاد الفريفرات من هنا من الجناب زويون وبارد. التوب ديالو خفيف يعني رطب ماشي شي مخنشر. التوب ديالو قلت لكم يعني بارد ماشي شي مخنشر ولا شي حاجه. والثاني ديالو هو هذا تيجي بهذا الشكل يعني هذا سامبل وفيه وريدات وداكشي دابا ديال هذا الربيع حاطين حوجه الربيع فنين. والثالث هو هذا الابيض هذا خطير عجبني بزاف هذا. هذا عرفتي تنفكر ان منين حيت انا دائما كن الحوايج ملي كنشريهم جداد كنديرهم في ماكينه الصابون يتصبنوا عاد كنلبسهم ليها. ولكن جو بونس انا هذا البيض هذا ما غاديش نديرو في ماكينه الصابون لان خفت الصراحه يتخسر ليا ولا شي حاجه عرفتو فن. شوف اللوينات وهذا سميتو هذا البيض هذا وهاد اللوينات اللي مدخلين فيه قوس قزح وديال هاد البطه هادي زويونين عجبوني بزاف. هادو كانوا لو ميم عندهم الكولونات ديالهم في نفس اللوان ياك. انايا ملي شفت في نفس اللوان وفي نفس هاد لي فلوغ وهذا قلت ناري كي عاد تجي اللبسه كلها ورادي وكلها ما حبيت. من الاخر قلت انا ناخذ ليها كولونات اللي يكونوا لونهم سامبل ويجيوني مع هاد ثلاثه ديال التريكوات اللي خديت ليها. خديت اول واحد هاد الكولون هذا فهاد اللون. شوفوا فيه هاد لي ديتاي هذا فنين زويونين. وخديت لها هاد اللون باش كما شفتوا باش راه كيجي مع اي حاجه درتوها مع في اللون الفوق كيجي زوين. هانتوما تخيلوا دابا بحال مثلا هادي هاد الليمونيه هادي هانت كتدخلوا معاها هادي وها هي عندها اللبسه ديالها. عاوتاني هذا كتدخلوا ليه مثلا حتى هادي نيت كيجيها نفس حتى هاد اللون يجيها واعر شفتوا تيتناسق معاه. ومثلا هاد البيضه هادي هانت يجي هاد الباج هذا زوين وميم طون هذا حتى هو يجيها واعر يعني تي هاد اللوان هاد جوج لخيت. وكنت باغا ناخذ ليها لون اخر اللي هو بحال الابيض بحال هكا ولكن ما لقيتش الطايه ديالها فريمون طيروهم هادو. انا هاد جوج هما اللي لقيت فيهم 6 9 لقيت الاكثريه باقي طايات عير صغار من 0 ل 3 مو. فخديت لها هاد جوج هذا كل واحد تقام عليا 53 باوند 53 هي 4 اورو بحال هكاك 4 اورو لواحد يعني رخيص ما غاليينش وزوينين عجبوني. وعاد بلاصه ديال هادشي ديال سميتو فتيكا ماكس خديت ليها معشقات تحت لها السكاته ودابا معايا بدات الماكله كما قلت لكم في تيكا ماكس. دزت خديت ليها هاد المعلقات هادو صغيورين ديال نفس هاد لامارك ديال داك القريد اللي كتعضو بسنانها. خديت ليها جوج هادو ديال اول سميتو صغيورين وعلى حساب الفم ديال البيبي. وخديت ليها جوج تيجيو في السيت في الكري. وخديت ليها هاد الشكل هذا تا هما هادو شي شويه كبار عليهم هادو بالنسبه لليوغور ولا شي حاجه والاخرين بالنسبه للصوبه اللي كتكون جاريه وداكشي حيت فيها بحال غارقين كثر. هادو فيهم جوج والاخرين تما فيهم جوج نفس لا مارك ديال هذاك القريد. واخر وحده خديت هي هذه اللي جاتني براتيك بزاف لان فيها معلقه وفرشيطه وأممتو فيها هذا اللي كتخشيو فيه يعني الا ديتوها معاكم مثلا في الكروسه وخرجتو هذه تقدروا ديروا دانون او لاي حاجه ولا صوبه في هذيك الطويسات ولا شي حاجه وتقدروا تعطيوها في الصنقه ومنين تساليو تحتاجوا جلا تغسلوها لا حتى شي حاجه ما كتوسخش اي كتشدوها وديروها في هذه الباطه ديالها وتسدوها. جاتني تري براتيك يعني عمليه بزاف وعجباتني بحال السكيتو كتبقى تغوي و ميم طور رخيصه يعني ما تقامتش عليها غاليه 4 باوند قولوا 5 اورو.
فقلت ناخذ غادي نحتاجها غادي نحتاجها شي مره. دابا غادي ندوزو للتيما وهذا هو هذا اللوغو ديالو. نري هاد التيما عندك كما قلت لكم عنده كاع اللي طاح لكم على البال عنده. عرفتوا عنده واحد اللعيبات ديال الايفون كنت كنشوفهم عند البنات هاد اللي كيديروا فيديوهات ودير شي في تيك توك وفاتشي ديال سميتها. وكنت دائما كنسول شي وحده فيهم صباليون بصراحه مغاربه ما عمرني ما شفت شي وحده عندها هاد هادوك اللي كيتلصقوا من اللور باش كيلصق التليفون على الجاج او لا اي حاجه. انا نوريهم لكم حيت انا هاد التيمو ما كنتش عارفه من قبل. يلا مؤخرا عاد وليت كيخرج ليا البوبليسيتي ديالو وداكشي وكان وراه ليا قبل راجلي قال لي راه واحد لاباج تدخلي تشوفي راه زوينه عندهم داكشي رخيص ودي الا بغيتي شي حاجه نطلبوها صافي. كنت نقول واخا 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 راك عارفه دابا 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 في الاخر ما كان. وصافي من بعد ملي سولتهم انا على هذيك اللعيبه اللي كيديروها اللور في الايفون ما كيجاوبونيش حتى وحده ما كتجاوبني. علاش؟ لان حيت هما ماشي ما كيبروموسيونوش هاد لاباج. فاي انفلونسر كتسوليها على شي حاجه هي ما مخلصينهاش باش تقولها ما غاديش تجاوبكم وما غاديش تقول لكم. انا القضيه ما تعرفش علاش مادام انت كتبارطاجي ويعني باش تبارطاجي مع الناس اشياء اللي انت نفعاتك واخا ما يكونوا لا مخلصين لك ولا قايلين لك زعما هضري عليها وغنخلصوك وهادي بس لجاوبتي الناس او لقلتي ليهم راه منين خديتها او لا. في الاخر تيبقى الكونسيبت هو انك توصلي للناس شي حوايج اللي هما يا ما ديجا ما عارفينهمش او لا ما على بالهمش فكتعطيهم معلومه. انا جاتني في شكل انا بصراحه ما نقدرش بحال هكا ما نعرف كاينين الناس بحال هكا وكاينين بخصوص دابا مؤخرا ولا كلشي يعني خلصيني نهضر على هاد المارك خلصيني نقول لك ما تخلصينيش ما عاديش نبارطاجيها مع حتى شي واحد. اندوزو شنو طلبت هادو اش هادو انا ما يمكنش هاد البوندوات هادو وقيلات شفتهم عند 99% ديال البنات اللي كيبانوا في التيك توك وتيبانوا في الانستغرام والفيسبوك كنلقاهم ملصقين هاد البندوات. تنقول عباد الله دوك البندوات مي كيشريوهم. ملي خرج ليا داك التيمو كتقلب فيه قلت هاكاك قولي نتوما داخلين التيمو كتطلبوا من تم. ها هويا هذا خديت هاد اللون عرفتو كاينين اللون اللي بغيتو خديت هاد الغوص وغلطوا فيه صيفطوا ليا جوج من هاد الغوص. هذا انا خاصني واحد غادي نجربه. وفيه هاد البندو فيه مع هاد اللعيبه هادي ثم البندو فيه هاد اللعيبه هادي كديروها باش ملي كتبغيو توصلوا وجهكم اولا ديروا هو هاد البندو دايرينه خصيصا غير السكين كير بالليل اولا ملي كتبغي تغسلي وجهك ودي ماكياج داكشي. هادو عرفتوا سمحوا لي على الصداع ديال بنتي راه ما يمكنش الا ما درتش بحال هكا ما يمكن غنسجل حتى شي فيديو في حياتي. هادو كديروهم باش كتغسلوا وجهكم وداكشي باش ما يهبطش الماء هنايا. عطا السكاته ديالها كتبقى تزينه انت كتصدعني في راسي و تنضطر نهزها واخا ما تنبغيش كنبغيها تبقى جالسه. ودابا راه درت لها مخد و كلسه. هادو قلت لكم باش ما تتفزكش يدك من هنايا ومن هنايا كديروهم و كديري البوندو. نجربوا هاد البوندو هذاك عايشي او واو تيبان زوين الصراحه او ميركول. كي جاكم قولوا لي واش نتوما من هاد النوع اللي كيعجبكم هاد البندوات هادشي ولا كتشوفوا شي هادشي اتخربق؟ واو الله الا واعر زوين اموت ني يبقاو مقلشين معليش نغطيهم زوين. وديال الموب راه الماتيريال ديالو خديتو فهاد اللون وخديتو في الكحل جوج باوندات كيدير بشي جوج شحال 1000 فرانك الواحد 1000 فرانك 400 درهم 20 درهم 20 درهم كيدير الواحد لا غلا على مسكين. وهذا الكحل ديالو كتحل كيبان زوين الصراحه حتى هو عنده هذيك اللعيبه ديال سميتو باش
يفزقوش لك مهم الكاليتي كتبان زوينه في الصراحه وغليظ وماشي شي توب لي هذا الكحل وهذاك الغوز قولوا لي انا هو اللي حسن تيبان واش الكحل ولا الغوز ما عرفت فاش قال هاد الشيء زاد هاد تيبان صافا هذا شي شويه ماشي بحال الاخر مزير تيشد والصراحه كل واحد خديته من عند فوندور يعني اللي كيبيع لكم حيت هما يا فداك التيمو كاينين بزاف ديال البيع والشرايا ماشي كلهم انسان واحد كتشري من عنده لا هما يا بزاف ديال الناس وكل واحد وحاط السلعه ديالو تما كاينات ولكن راه كلهم ميتشينا راه حنا عارفين ولكن كل واحد عنده الماتيريال ديالو يعني نقدر نطلب واحد اخر كحل كما قلت لكم نقدر نطلب يعني واحد اخر كحل من عند واحد اخر كيبيع نفس هادشي ولكن ما تكونش نفس الكاليتي يعني على حسب خصكم تشوفوا لي ريفيو اللي تيكونوا لتحت دائما قبل ما تشريو شي حاجه شنو تيقولوا الناس و شنو اخر خديته خديت هاد التليكوموند هاد حيت هي هي شاده التليكوموند ديالي كتحمق على التليكوموند تنظن انا كاع الدراري صغار تيتصطاو على التليكوموند خديت هادي في الكحل ماهوش عطا على دابا تما نعقمها ونغسلها وداكشي ها هي كتبان بحال هكا فيها اللوينات وفيها هادي وديال سميتو ديال القومه خديتها لا تقات بها وخديت لها حاجات وحدين اخرين حتى هما اللي كنت كنشوفهم بزاف عند البنات كيديروا لهم كيعطيهم لولادهم يلعبوا بهم هادو انا لقيتهم في امازون غاليين وهما يا في تيمو شحال داير لهم شي 4 باوند هادشي كامل شي 3.50 4 اورو بحال هكا هما هادو هادو كتلصقيهم فيهم بحال داك المطاط اللي كيتلصق كتلصقهم على الجاج اولا تلصقها لهم فوق الكرسي ديالهم اللي تيجلسوا ياكلوا فيه اولا هذه وكيبقاو يلعبوا بهم بحال هكا كتقدور عادي هكا كتشوف وغيش نعطيها هادشي دابا حتى معقموا ليها انا تاع كاينه هادي كاين هاد الشكل هذا وكاين هاد الشكل هذا تاع هو هذا زويون عتو كيتلهاو فيهم بزاف هادو انا شفتهم يعني بنات شحال هما ديال الوقت دائما تيقول لك يعني تيتلهاو فيهم بزاف هادو خديت ليها تيجي هو تيجي باك فيه ثلاثة و بغيت انا تنعقمهم ليها عاد ما وشنو اخر شنو اخر بصراحه كما قلت لكم ما طلبتش شي حاجه كثيره لان قلت حتى نجرب نشوف واش غادي يصدق هادشي اللي واش بصح يصدق هادشي اللي في هاد لاباج ولا لا واش يعني نطلبو ونخسرو فلوسنا ولا عير تخربيق هادشي صعب ليا بصراحه كاينين حوايجات زويونين شنو هادو اللي خديت كنحل فيهم ديال الكروسه دابا انايا الكروسه اللي عندي عندي اصغر كروسه في العالم هي هذيك ديال يويو بخاتيك كتخشى ليا في الطوموبيل كتحل بسهوله كتهز بحال الصاك كنحمق عليها انايا ما نادمت كاع عليها غير هي صغيره سي فري كي صغيره ماشي بحال اللي دازو عندي كبار فهذيك المشكل اللي فيها هو انه ما فيهاش داك الصاك اللي كيكون لان ضروري هذاك بيوتا لا هي بيا قلت لكم هذا ديال خديتهم على حساب الكروسه كتلصقي وحده في قنت وحده في قنت وكتعلقي الساك بحال هكا فراسكم ديجا انا خديت ساك وملي بغيت ملي بغيت نصابو في كروسه لقيت بان هاد الكروسات ما فيهمش داك فين يلصق الساك فغادي خديت هادو غادي نجرب وغنشوف واش يشدوا لي شي ساك تما كاينات على اساس عاد نشري الساك اللي غنديرها فيها هادشي اللي خايف فهاد الكروسه وي انت كتشكي صافي هادشي اللي خديت غير هادو وهادو هادو هما اللي قلت لكم ديال الايفون هادو هما اللي كيلصقوا اللور في الايفون خديت صراحه جوج لوان ماشي هو اللون الثاني
كنت انا خدت الموف ولكن ما لقيتوش، لقيته اوت اوف ستوك. خديت في الكحل وخديت خديت في الكحل وخديت في البيض. علاش انا نكمل معاكم؟ خصني نسكتها لان صافي عيات جوغ من صافي صافي. ردت بنتي حطيتها تنعس في الكونه ديالها. عرفتوا الجو تبدل، كانت شميشة وخرجت وبدات تسخن الحال وهادي، رجعت تغمات القضيه وبحال عاد تصبق على الشتا. ما علينا نكمل لكم. قلت لكم هادو هما اللي كنت انا كنسول البنات في 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 الانستغرام وداكشي منين شراوهم وداكشي، حيت كتعجبني عجبتني يعني هاد الكونسيبت ولا القضيه ديال انك تلصقيها لور في التليفون وتقدر تلصقي تليفونك مثلا في الجاج او لا اي بلاصه كتلصق. هادو حيت فيهم بحال هاد المطاطات هادو تيلصقوا زوينه عجبتني. كاينه هادوك المربعين اللي ترونسبارون او لا في اللوان، وكاينه هادو اللي دايرين. انا كاين خديت هاد اللون هذا البيض وخديت لون اخر حتى هو عجبني. خديت هاد اللون هذا حتى هو في الموف. قلت لكم ما لقيتش الموف، هو هذا لقيته، ها هو خديت في الموف. عجبتني هاد الموف لان انا عندي اللون ديال الايفون في الشويبي، فغادي هاد الموف هذا يجي زويون. اولا هاد البيض هذا تا هو، هادو عفتو راه فريمون رخاصين. نقول لكم الثمن شي 2 باوند 20 درهم 25 درهم، رخيصين فريمون. هاد لاباج هادي كتلقاو فيها بزاف د الحوايج اللي رخيصه والثمن ديالها مناسب. زينات غادي ندوز دابا عفتي في الموف ديال الجوع، ومع ما فاطراش شربت غير قهوه وواحد شويه ديال الكيكه. دابا وصلت الوحده لقلتولوت ومازال الغدا، حنا ما كنتغداوش دابا يعني من تيجي ولادي حتى 3 ونص يعني حتى لديك الرباعه حتى نتغدا ولا الرباعه وشي حاجه. فقلت عرفتي شنو غندير، تشهيت وانا نيت ما مشهيش ناكل الماكله، تشهيت نصاوب حريشه ماشي ديك الحرشه المالحه اللي ديالنا اللي كندير، لا ديك الحلوه اللي كتجي بحال الكيكه. تشهيت غادي نوض دابا وغادي نديرها وغادي ندير معاها شي براتاتاي. بعدا بيت الغمام والجو تبدل وعاوتاني وبرد الحال، تيبغيها شي حاجه سخيخه بحال هكايا، غادي ندير شي براتاتاي بالنعناع. النعناع يلا جبته ونصايب حريشه كما قلت لكم وندوز ناكل. يلا زينات انتما معايا، ليتس جو يلا الكوزينة. زاوين شوفوا لقيتو انا جيت دابا عفتو، مشيت كما شفتو تقديت تغديت، مشيت جبت ولادي حطيتهم ومشيت تقديت وجيت الريكور. ودابا شويه غادي ندي ولدي لونطريمون، ولكن قلت عفتي شنو راه غادي اختي نمشي ناخذ شي نصاوب شي كافي يكون قاصح قاصح، يكون ماشي كابوتشينو، يكون شي شويه قاصح باش نفيق شي شويه. سينو عفتي بحال الباتري بدات كتخواليا. كما قلت لكم غادي ندوز غادي ندير شي كافي وغادي نجلس نرتاح شي شويه، من بعد غادي نبدل عليا وندي ماكي وجهي، ندير شي نيتوايو الوجه يكون مزيان، شي ماسك وقلا ندير شي ماسك اليوم. نورمالمون حتى السبت بحال هكاك، نهار السبت عاد كي كترشق ليا ندير ماسكات الوجه وداكشي. ايوا اختي اليوم مع الجمعه معليش. المهم الواحد ويتهلا في راسو صافي. يلا ندوز دابا ندير قهوه ونشوفكم من بعد. لي زعما شوفوا هذه المره خديت القهوه ديال ستاربكس، هذه يلا حطوها في السوبر مارشي بالنكهه ديال الفاني. ما تكياتكم نورمالمون انا مجربه ديال نسبريسو، راكم عارفين كنت كنطلبهم، وهذه لقيتها ديال تما كانت ستاربكس حاطينها في اسدا، وقلت نجربها نشوف كيفاش دايره، تتبان بنينه. وهذه خديتها نورمال، انا دابا ما حنتش مولفه انا تنطلب من قهوه من نسبريسو من لاباج ديال الماك عارفين، ولكن دابا انايا واخا نطلبها جاتني مع الويكاند ما غاديش توصلني، ف وما بقاتش عندي القهوه بزاف يعني شتو قربت تقاد عليا.
فقلت غادي نعدي بهاد جوج بما طلبت القهوه ودست من البلاصه ديال الدراري الصغار وهما يبانوا لي هاد الميني رولز ولكن هادو داري لهم 12 شهر صافي نعطيهم لولادي ياكلوهم كان كيسحبني 7 شهور حيت انا ديجا هانت خديت لها بسكوي هما داري لي 7 شهور انا بنتي طالعه في 7 شهور ممكن نعطيه لها صافي كيبقاو يمصو فيهم يقدو فيهم ومعاك كيحكوني تسنيناتهم وداكشي فك واحد الاوبسيون اللي زوينه بصراحه تعطيهم شي حاجه بحال هكا يبقاو يتلاهو فيها ويحكوا سنانهم بها حيت بنتي جات تنوض السنان نري ما نقولش لكم معذبين هادو الجوج التحتانيين فخديت لها هادو ديال البانانا بسكوي اورغانيك شتو وهادو حتى هما يا ديجا كنت عطيتهم ليها جربت ليها والبارح وحده كنت شريت وحده بحال هادي وعطيتها لها في العشيه هكايا بحال كغوتي بحال هكايا و عجبتها بزاف الصراحة قربت تكملها ليا يمكن حيت حلوة داكشي علاش حلاوة الحلاوة هادو فوق 6 شهور هادي فوق 7 شهور هي بإمكانها تاكلهم بجوج لأن طالعة في 7 شهور خديت لها ديال الفخيس وخديت لها ديال الكوكو وبلو بري والأبل والشوفان هادي بصراحة أوبسيون زوينة وأورغانيك هادو بجوج تاهمايا وحنايا خدينا للريجيم صاحبتي خدينا السالتيد كارميل ديال تشيز كيك نريا عفتو هذا الا ما كنتوش دايقين هما نتوما ساكنين هنايا في الانجليز اشنو كتسناو جو 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 تو ازدا وشريو هادو ودوقوهم على حسابي هاد الماركه ديال جو عندهم هاد دانونات واعرين خديت انا وراجلي سالتيد كارميل والولادي خديت ليهم براونيز حيت معز عليهم براوني هادي دبل شوكولاي براونيز فهما خديت لهم شوكولاتة وديتها صافي دركا نتبر بين اختي ندوزو نديرو لنا شي قهيوة نردو المجاج وديك الساعة نطلع ندير شي عندي ماكياجي مزيان افون بنات ها هو صافي الكافي ديالي واجد ناري كي كيبان بالكشيكيشه عرفتي اي عشاق ديال القهوه اللي غيفهموني هذا الاحساس هذا ملي كتشوفي شي كويس القهوه بحال هكايا وكتستمتعي به يا سلام يا سلام غادي ناخذ هاد الميني وافلز اللي خديت بصراحه ما عمرني ما ذقت هاد الكبار هادو في تذيقه هاد الميني الصغار وزوينين بنان دابا قلت ناخذ حتى هاد الكبار هادو هانتوما كما شفتو كتحطوهم فوق الكاس حتى كيذوبوا شويه شفتو حتى كيذوبوا شويه داك الكراميل اللي فيهم وكتاكلوهم داكشي اللي غادي ندير غنحطهم فوق الكاس ونخليه يذوب شي شويه هاد الكراميل ومن بعد ناكلو يلا زينت ديال الليل عاد غادي نتغدى حيت قبيله كليت هذيك الحريشه مع الربعه د العشيه صافي ما عاودت كليت حتى حاجه ومن بعد كنشرب داك كاس القهوه اللي وريتكم مع هذيك وصافي ما عاودت كليت حتى شي حاجه عرفتوا دابا تنطيح بالنعاس ولكن ما يجينيش نعاس الا مشيت وانا في الجوع حيت ما واكل والو جاني الجوع وتراش لي دابا جا من الخدمه قال لي انا جاني الجوع قلت ليه صافي عرفتي شنو غدير قال لي انا غادي نعس البنت انا نعس دينا كينعس الفوق ولادي نعسو تيطيحو هكا ودوك تنعسو بكري الا كانت القرايه تنعسو مع 8 ونص 9 ماكسيموم والا ما كانش قريب بحال دابا الويكاند اليوم الجمعه تنخليهم مع حتى ديك العشرة صافي العشرة كتلقاهم تيشخرو ناعسين دابا غادي ندوز نوريكم عشيوتي نشارك معكم عشيوتي صافي ونمشي نعس عرفتو حيت كنحس بالهلاك صافي تقاديت باتري فاب
صافي غادي ندوز دابا نوريكم عشيوتي وغادي نخلي معكم فيديو هنايا كما شفتوا دابا كيت وجي وغسلته مزيان درت لي كريم وداكشي بديت واحد الروتين جديد في وجهي حتى الغدا غادي نشارك معكم شنو بدلت وشنو ما بدلتش بالنسبه بالنسبه لوجهي حيت ولاو عندي ليطاش من بعد الولاده راكم عارفين مع الحموليه والولاده والشمس صافي ليطاش تيقولوا هلو تي 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 نوضو الكليطاش من كاع الجوايع هادي شي حاجه اللي عاديه ونورمال ماشي مشكل بون زين صافي ندوز باش نشارك معكم شي وتشو غادي نمشي نعس يلاه تهلاو ليا في راسكم نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم كان هكا منساوش الاشتراك لايك الفيديو وتابعوني في انستغرام غادي نخليه لكم تحت صندوق الوصف راني ديما تما كاينات بريزون حاضره يلا نقلب لكم لا كاميرا نقول لكم تصبحوا على خير بونوي ها هي العشيوه ديال راجلي غادي ندير ليه عندي ديجا الكفته انا كنت مصاوبه البارح درت بها لازانيا وبقات ليا صافي ودابا غادي نديرها ليه في الطاكو هادي فيها عام شحرا مع بصيله وشويه ديال القامه وناري واحد الريحه كتعدى منها واعره انا اللي ما كتعجبنيش الكفته ريحه فيها زوينه غادي نديرها ليه بحال طاكو يكونوا هكا على جوج غادي نعمر مثلا هاد البلاصه غندير لاصوص هذا ديال ناندوس هذا تيحمقني هاد بيري بيري بنين وحار هو هذا عميل ماشي هوت لان داك الهوت هو اللي حار بزاف كنجيب انا عاد الميلد وغادي ندير اول حاجه لاصوص غادي نديرو هنايا في هاد الخبز ديال الطاكو وغادي ندير شي شويه ديال الكفته غادي نحمر كفته هكا هادشي كامل في هاد النص ديال الدائره وغادي ندير عليها الفرماج ديال الساندويش هذا غادي كناخذو من ليدر اولا اي ماركه ماشي مشكل هذا ديال الساندويش زوين تعطي مذاق زويون حيت كيذوب وتيولي واعر صافي غنشدها غادي نسدها بحال هكا وغادي ندوز وغادي نديرها في البريسه هنايا كما شفتوا غنسد عليها وصافي غادي نحطها عليه بحال نص دائره غادي تجي صافي وانايا عشاتي هي هذه عشاتي جابها لي اليوم راجلي صايبه واحد الشيف ديال الكوزينه عندهم مكرونيه ماشي مكرونيه سباغيتي وي 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 سباغيتي شتو ما بقيتش عقلاتي شنو جاب حين جابها لي قبيله مع الغدا صايبوها سباغيتي مع البراونز مع داك شتي يقولوا لي الحوت شتو وانا انا ما شفتش الحوت الصراحه نتوما شتو ويل فين هو الحوت مكفي على الحوت الله شنو هذا الشيء نشوف بعد الريحه بنينه نايل ولكن ما عرفتش شنو هذا الشيء انا بنت لي على الفلفله ويلي فين هو الحوت كلك فيها الحوت تا فين هو الحوت شنو هذا الشيء يكون هذا الحوت ويلي هذا ماشي حوت والله ما حوت هذا ويلي اختي والله ما عرفت شنو هو هذا الشيء والمهم انا غنسخنها وناكل وصافي ما عرفت شنو هو هذا الشيء هذه تكون بصله ديك الحمراء ويلي فين هو الحوت كاين حوت بنات المهم سباكيتي صافي المهم غنسخنها وناكلها ونمشي نعس هادشي اللي كاين يلا زينات ولا نقدر ندير معاها شي شويه الكفته من هذه اللي صاوبت دير شي شويه هكا نخلطها وصافي وصافي هادشي ما كان يلا زينات تصبحوا على خير تهلاو ليا في راسكم نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله بسلامه باي باي